طبعا رائحة النفس أنا كطبيبة أحب دائما أعطي نبذة عن الموضوع عشان يكون في معلومة مفيدة للشخص أو للمتلقي. نحترم عقله، نحترم فكرة، مو بس منتج نحط لك إياه وروح أخذه. لا، منتج هو رائع رائع، ولا أنا ما كنت حطيته، ولكن إحنا لازم نعرف شنو أسباب ريحة النفس. ممكن تكون من الأسنان، أنت تنظف أسنانك يوم وعشرة ما تنظفها، أو تنظفها بالبيت ما تسوي تنظيف دوري، ما تحرص على أن تنظف لسانك مع تنظيف الأسنان، ما تسوي تنظيف دوري بالعيادة. ممكن تكون عندك مشاكل أنت بالمعدة. زين، فوق هذا كله قد يكون ما عندي كل هالمشاكل وكل شيء تمام عندي، ولكن أنا مدخن، أنت مدخنة، أو أنت مثلا عندك طبيعة أن ريحة النفس تكون يعني تضايقك. انزين، او ان مثلا احنا عقب اكل معين وكذي. زين، براويكم الحين، فتحت واحد منهم، هذا الشوكولات والفراوله، هذا اللي فتحت البطيخ، يرج رجه بسيطه وصغير، ينقط بالجنطه عندك. تبي تروح تخلين واحد عندك بالدوام، واحد عندك بالبيت، واحد تحطينه بجنطتك عادي. يعني انا احب اوزع كذا مكان عشان يكون عندي، لو نسيت مثلا شغله يكون عندي بالمكان اللي انا رايحت له او عاده اروح له. اوكي، تسوين كذي او انت تسوي كذي بس، ولا اروع طعم. طبعا انا احب البطيخ والفراوله والشوكليت، وعادي تبلعون ريجكم عادي وكذي، وراح تحسون حتى انتم ريحه النفس فعلا فواحه، ريحه بطيخ على حسب النكهه اللي انتم مختارينها. ميزته كمنتج مرخص من وزاره الصحه، خالي من الكحول، خالي من السكريات، فاذا تحاتون سعرات وما سعرات يكفي مدة طويلة. يعني هو 3 بخات حتكون باليوم بس. والله هذا أول إطلالة لي بعد السفرة، رديت يوم كامل مالي خلق أتحرك، حتى رحت قضيت كذا مشوار كذي وهذا، بس مالي خلق أتحرك وأصور وكذي. بس هذا الشيء فعلا يستاهل صراحة. يعني أنا أشتري شخصيا وأحرص كل ما يتخذت منه وخلص من عندي أحطه حق الناس، لأنه مفيد ورخيص ومرخص وزين، وكبراند محترم، ما في سكريات وما في كحول. أرد وأقول هذه المعلومات وايد حلو، تلقونه عند اغلب الكاشيرات بوتس، عند الكاشير الاشياء تشوفونه يحطون لكم اياها، هذا اللي قبل لا تحاسبون موجوده، هو جميع نكهاته.